بالنسبة لي كان من عمر جدا صغير، يعني أنا من صغري وأنا أحب ألعب بالكمبيوتر، أفكك وأركب، أخرب البرامج وأرجع أصلحها. مسك ويوداسيتي، ومن خلالها طورت مستوى البرمجة عندي إلى مستوى عالي الحمد لله في تطوير المواقع. والله أنا دائما أقول يا جماعة الخير، تحسسكم وتعاطفكم الزايد هذا يسبب تحسس عند ذوي الإعاقة أنفسهم. يا أخي خليك واضح، خليك مباشر، إذا كان أعمى قل له أعمى، ترى الله وصفهم فيها في القرآن وفيها عيب. الله قال أن جاءه الأعمى، ما قال أن جاءه ذوي الاحتياجات الخاصة، ترى وصف مباشر ودقيق وواضح. لذلك إحنا نقول صفوهم بأوصافهم، اعرفوا التحديات اللي عندهم، أعطوهم فرصة للإبداع وخلوهم هم بأنفسهم يبدعون. فكم من كفيف سيستغل هذه الفرصة ويبدع، وكم من كفيف تلقاه بيحط يده على خده زي بعض أفراد المجتمع اللي قاعد يشوف الرايح والجاي لا شغلة ولا عملة. هنا أنت تستطيع أنك تلومه، لكن ما تقدر تلومه إذا أنت ما أعطيته الفرصة من الأساس. والله أخوي عبد الإله، يعني الدافع الكبير وراء هذا الموضوع بالنسبة لي هو أنه أنا أبغى أغير مجموعة من النقاط. أولاً أبغى أغير نظرة المجتمع إلى الشخص المعاق. ذوي الإعاقة أشخاص مبدعين منجزين إذا أتيحت لهم الفرصة، وهذا مش كلام يعني مجازي ولا هو كلام لرفع المعنويات، إنما هذه حقائق موجودة وبإمكان الناس تطلع على المنجزات في مختلف أنحاء العالم وحتى عندنا في السعودية. النقطة الثانية، أنا من الناس التقنيين وأطمح إلى تطويع التكنولوجيا، تطويع التقنية لخدمة ذوي الإعاقة، لأنه بإمكاننا إذا استعملنا التقنية استخدامات صحيحة إن نمكنهم في المجتمع ونمكنهم من إنجاز معاملاتهم مثلهم مثل غيرهم من الناس. وفي كثير من التقنيات اللي أتيحت وصار يعني صار هذا الشيء موجود. ثالثاً، أنا أطمح إلى تغيير العالم، يعني بالنسبة لي هذا طموح جداً كبير ويدفعني أني أكمل، إنه أنا أبغى أضع بصمة في هذا العالم. أنا ما أبغى أكون إنسان على الهامش.